thank you ورحمة الله وبركاته كديري اللي بس عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو هذا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد تحلية اللي كتجي غزالة بزاف كتجي زوينة هنا يا غادي ناخدو واحد اطرة ديال الحليب غادي نديرو في شي كاسرونه اللي غنفيدو فيها الحليب وغادي نضيفو عليه ثلاثة ديال المعالق ديال السكر المهم على حسب الحلاوه نتوما شنو كتبغيو بغيتو حلو شويه غتزيدو السكر بغيتو ناقص تنقصو السكر وهنا ان شاء الله غادي نضيف عليهم ثلاثة المعالق كبار من الميزينا نفس المعلقات اللي عبرت بهم السكر غنعبر بهم حتى النشا وهنا غادي ناخذ فلو كراميل هذا الفلو كراميل فيه 200 غرام يعني باكية فيها 100 غرام هو كيكونوا فيه جوجات الداخل جوج ديال الساشيات هنا انا عبرتهم حيت كاين شي بنات اللي عندهم الفلو تيكون شاري الكرتونه كبيره تيبغيو بالعبار يعني جوج معلقات كبار لقيت 100 غرام هي هذيك جوج ديال المعلقات كبارين هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنحركهم مزيان حتى كيذوب لنا داك الخليط ديال السكر والنشا والفلون ومن بعد ان شاء الله غادي نحطو فوق البوطه وغادي نبقى نقابله غادي نحيدو العاشق ونديرو آه الخلاط باش كنخلطو الخلاط اليدوي هنا راه ايمان معايا في الكوزينه جات كدير لكم ديروا اللايك فعلا وانتم كتفرجوا في الفيديو تبارك الله ما شاء الله كتكون فيه مشاهده كثيره يا قليله المهم راه كتكون اكثر من اللايكات حاولوا انتم كتفرجوا ديرنا واحد اللايك ما تنساوش ما خاسرين انتم حتى شي حاجه تعاونونا باللايك هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى مقابله فوق البوطه بطبيعه الحال ناقصه عليه البوطه غادي نبقى تدريجيا نستمر نحرك باش ما يلصقش ليا وباش هكا ياخذ الخليط يعني نعرفو واش تقال واش عقاد واش 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 تقال صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى مقابله صافي نبقى مقابله حتى يولي الشكل ديالو بحال هكا كيف كنهز معكم دابا الخلاط تيبان يعني دايز ما نخليوش حتى اي يفيض ما نخلوش حتى يفيد لا صافي من بعد ما خلطناه واللي حصلنا على هداك القوام كيف ما كتشوفوا معايا ضفت ليهم معلقه صغيره من الزبده و معلقه معلقه صغيره من الزبده وكاس ديال دانون وانا اللي يعني درت ما بحالك بحالي <applause> خذوا من عندي الحاجه الزوينه الحاجه الخيبة خليوها في الفيديو يعني خليوها ليا هنايا آه مني شفتو بغا يفيد لي انا من الاول درتها صغيره في الحقيقه مني الشو بغي فهاد ليا راه جبت هادي وحطيتو فيها هنايا نحركوه مزيان ديرو كسرونه كبيره من الاول باش هكا تبقاو غادي خدامين مزيان هنا كيف ما شفتو معايا حطيته على جنب ومجدة الكيسان ومجدة جوج ديال البنانات وحده قطعتها الدوائر ووحده قطعتها على الشكل طول هكا هادي غادي نخليها ان شاء الله باش نزين بها على هاد الشكل هذا كيجي الشكل ديالها واللي بغيتو مهم نديرو كيف ما درت انا ولا ديروا اللي يعجبكم نتوما هنا غادي ناخذو البنان الكميه اللي بغينا ثلاثه ولا اربعه نديرهم بحال ما هكا ونكب الخليط بشي مغرفه ولا شي حاجه عندكم بحال هكا تهزو بها وديروه في الكاس نعمروا الكيسان حتى القاع ديالهم يعني. صافي هنا مني ساليت ساليتهم سالي غادي نستمر ان شاء الله كلهم هاد التحليه كتجي جد رائعه كتجي رائع زوينه بزاف غادي تعجبكم وان شاء الله سيدنا رمضان قرب الله يوصلو لنا بخير وعلى خير ان شاء الله المهم ما تبقاش الماكله الماكله العباده وضروري ضروري من الماكله ضروري كذب عليك والله انسان راكين في الحياه والا تيبغي ياكل راه كما كم كيقولوا والدينا راه خدمو غير على كروشنا والله العادي ضروري من الماكله والله سبحانه وتعالى راه في القران الماكله يعني انسان لا بد أه الشهوه ديال النفس كنبغيو ناكلو الحاجه اللي تكون زوينه صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا المهم ما نبدروش وما نلوحوش ماشي تنقول لكم انا لا ضروري الماكله غير ما نبدروش الحاجه اللي درناها كناكلوها انا الحاجه اللي كنديرها الحمد لله راها كتكال هنا صافي ساليت بنفس العمليه مع كل شيء هنا كيف ما كتشوفوا جينا للتسيين هنا غادي نحطوا هذاك آه البنان اللي قطعتو على هذا الشكل هذا اللي كيكون طويل ولا داير المهم نتوما اللي يعجبكم ديروه بغيتو ديروه كامل داخل وما ديروا والو الفوق هنا دايره مسكينه طاحت صافي انا وهذيك الساشيه ديال الكراميل اللي كتكون لداخل حتى هي غادي نضيف عليه وهنايا اي نوع ديال البسكوت عندكم كيف ما كان يعني اي بيمو عندكم في الدار متوفر هنا كان عندي الكوكيز راه درتو غادي نفرتو وغادي نضيفو من الفوق كيعطي واحد الحلاوه اللي هي زوينه وكيف ما كتشوفوا راه فيه حتى القطع ديال الشوكولاته يعني كتجي زوينه ماشي ضروري الشوكولات ولكن عطا واحد البنه اللي هي زوينه المهم اي بيمو عندكم ديروه من الفوق صافي هنا غادي نضيفو كيف ما كتشوفو معايا من الفوق وغادي نضيف عليه ان شاء الله الكراميل كتجي هاد التحليه جد رائعه كتجي زوينه غزاله وبنينه وفي نفس الوقت سهله وكيف ما قلت لكم رمضان ضروري كنبغيو شي حاجه بحال هكا في الفطور ولا في السحور كتجي شي حاجه اللي هي خفيفه وحاجه ديال الدار كتصيبوها صراحه راه كتجي بنينه هنايا هذا هو الفلو كراميل غادي نضيف ليه هذيك الساشيه كامله صافي نزينو زينو بحال هكا واخا ما غيبقاش الديكور ديالو صراحه انا كيعجبني ملي كيتكب هكا شويه كيمشي كامل ما كيبقاش كاع داك الديكور ولكن البنه ديالو راها زوينة بزاف 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 هنا ساليت معكم فلون كنتمنى يعجبكم غادي نوريكم ان شاء الله هنا آه غادي نوريكم يعني من بعد حيت هنا انا خشيته في الثلاجه خليته حتى برد تماما تعشينا به آه تبرد عاد كنا خشيته تقريبا شي جوج جوج سوايع ديما الحاجات ديال الفلون ديال الكراميل ديال الفلون ديال الكريمه اي حاجه كتبغي تبرد خصوصا الا باتت الحاجه عاد كتعاد مزيان وكتعطي البنه ديالها هذا هو الشكل النهائي ديالو كنتمنى يعجبكم وشكرا لكم وشكرا للدعم ديالكم وهنا مازال معكم ان شاء الله في الفيديو درت فيه ثلاثه ديال الوصفات كنتمنى يعجبكم وتشجعونا في هذه الفيديوهات ان شاء الله بحال هكا لقاو التفاعل باش هكا ان شاء الله نزيدو معاكم القدام ورا ورا كندير معاكم داكشي اللي كندير في الدار ديالي راه كنبارطاجي معاكم غير كنبغيو تسجيعات منكم وصافي هنا راه شتو راه جيت انا را كندوق انا الاولى وعاد حدايا حدايا المصور وحدايا <applause> شي كيصور شي كيذوق علا لقيتو يقول اجي شد ليا الكاميرا وهنا راه ايمان شفتو حتى معايا وهنا ان شاء الله غادي ندوز باش نوجد معكم واحد المسمنه اللي كتجي بنينه بزاف كتجي زوينه وسهله هنا كيف ما كتشوفوا كناخذ واحد المغرفه المغرفه هذه لا الجبانيه <applause> <applause> هذه واحد الزلافه ولا جبانيه ديال الفورص غادي نعمروها بحال هكاك بالفرس وغادي ناخذ من ربعه حتى لثلاثه ديال المعالق ديال الدقيق الفينو يعني الدقيق القمح الصلب وراني وريتو لكم هنايا اللي كنشارك معكم دائما دي هذا ديال الكوناد وبطبيعه الحال كل اللي في بلاصه راه غادي يعرفوا الماركه اللي كتكون زوينه كتجي غزاله داك دي ديال كوناد زوين هنا كيف ما كتشوف معايا ضفت عليهم الملحه ومعلقه واحده من الزيت العاديه وغادي نضيف عليهم ان شاء الله هنايا كيف ما شتو معايا غير واحد القبصه ديال السكر غير باش تعطينا واحد التحمار زوين في المسمنه وهنا كيف ما شفتوا نفس المعلقه غادي ناخذ يعني 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه هنا غادي ناخذ الماء دافي ونعجنوا العجينه غادي نعجنها مزيان بايمكن لكم تعجنوها بايديكم ولا بالعجانه اللي متوفر عندكم في الدار راه زوين صافي غادي نعجنها مزيان نخليها حتى يولي القوام ديالها يعني عجينة العجينه ديال المسمن وغادي نغطيها بلاستيك غذائي وغادي نحطها ترتاح ان شاء الله من ساعتين حتى ثلاثه ديال السوايع العجينه باش كترخى وكتاخذ الطوع ديالها وهكا ملي كنبغيو نخدموها كتجينا زوينه هنا كتشوفوا يعني راه كنبقى نضيف داك الماء تدريجيا هاد الوصفات جاو بنانين جاو زوينين مينا عجباتها هاد المسمنه بزاف قبيله قالت لي ماما امتى غتعاودي ديريها لينا ان شاء الله غادي يكون عندي شويه الوقت وغنديرها لك وبالنسبه للفيديو ما حطيتوش البارح هذا كنت باغا نبارطاجيه معكم البارح ما كتبش مينا مريضه شكرا الناس اللي سولوني عليها اليوم في الخاص كنقول لكم شكرا لكم ما بارطاجيتش معكم الفيديو حيت كانت مينا مريضه وما مشاتش حتى للمدرسه اليوم هنا كيف ما شفتوا معايا العجينه كتولي على هذا الشكل هذا يعني عجينه المسمن وما كتلصقش لكم في ايديكم هنا غنغطيها ونخليها حتى تخمر ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله باش نعمرو هاد المسمنه هادي اللي كتجي بنينه بزاف انا يلا الا جربتو هاد المسمنه غير بالزربه راه ما غتعطلش المهم غير العجينه تعجنوها بكري وتحطوها مني, تبورا مني تعرفوا راسكم غتبغيو يعني توجدوا هاد المسمنه هادي صافي هنايا راكم كتشوفوا معايا غادي نحيد لها نحيد الجوانب ما ونخليها تخمر تمنيت غادي نغطيها ان شاء الله غير بالسولفان وغادي نخليها تخمر على خاطر خاطرها راه ما فيها لا خميره لا والو تعجنها من الصباح تخليوها حتى غادي تعاونكم غير فاش تبغوا تسرحوها غادي تجيكم ساهله ماله هنا العجينه اللي خليتها حتى ارتاحت شوفوا هنا راه كانت ايمان جات كتورك على من فوق الميكا <applause> والله الا وركات على كانت كتاكل في واحد البريوش وكتورك عليها قلت لها بنتي مسكينه صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ الزيت العاديه وغادي ناخذ حتى شويه ديال الزبده وغادي نقسم هذه العجينه على جوج يمكن لكم تضاعفوا العجينه شوفوا هنا كطردك تبارك الله وكتنفخ كتجي زوينه يمكن لكم تكثروا العجينه انا حيت صراحه تشهيتها وقلت نبارطاجيها معكم كتجي بنينه أه قلت لكم الا بغيتوا تضاعفوا الكميه يمكن لكم تضاعفوا الكميه وجربوا بعدا بحال هكا الى عجباتكم ضاعفوا الكميه راه غادي تجيكم فنيونه هنا غادي نبسطها مزيان بالزيت العاديه وغادي نعمرها ان شاء الله بحك ديال الطون غادي ندير غير واحد الحك ديال الطون وغادي نحك عليها الفرماج اي نوع ديال الفرماج عندكم وغادي ان شاء الله ندير فيها حتى البارميجانو عرفتو كيجي كي فيها غزال بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الفرماج اكيد راه غتعجبكم بزاف بزاف هنا ملي سرحتها ضفت عليها الزبده وضفت عليها شويه ديال دقيق الفينو ولا السميده اللي متوفر عندكم وهنا الحك ديال الطون كيف ما معايا كنسرحوا عليها كامله وهنايا كان عندي الفرماج الاحمر وهذا هو البارميجانو يا سلام يا سلام على هذا البارميجانو تنحمق عليه انا في لي في كل شيء يعجبني بزاف ومن درتو في هاد المسمنه جات غزاله هنا راه حطيت هذيك المسمنه وغادي نعاود نسرح الكره الاخرى حتى بنفس الشيء وغادي نخشيها في الوسط ديالها باش هكا ما تخرجش لينا الحشوه ندهنوا غير شويه الزبده باش نفرقوا بيها ونقلبوها هنايا هاد التربيعه درتها الفوق والتربيعه الاخرى درتها من التحت باش ما تجيناش غليظه من بلاصه واحده صافي هنايا راه كما كتشوفوا خليتها ارتاحت واحد خمسة دقائق وعاد قرصتها باش تجيكم ساهله في التكراس ديالها هنا راه سخنت المقله وغادي نطيبها معكم شوفوا الشكل ديالها كتجي غزاله بزاف 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 زوينه غادي تعجبكم اكيد يعني راه البارميجانو اللي ما كيعجبوش البارميجانو ما يديروش ولكن هذه بهذه الوصفه هذه ديال البارميجانو غزاله <applause> بالنسبه لاي فرم اي فرماج المهم حتى الفرماج ديال الماعز ولا شي حاجه راه كيجي زوين غير هو هاد البارميجانو في واحد البنه زوينه هنا كنقلبوها مزيان باش طيب حيت فيها الفرماج والفرماج كنعرفوه ولا الموتزاريلا كيتعلق وما تيخليش الحاجه تنفخ هنا شوفوا رغم انني فيها رغم ان فيها الفرماج راه تنفخت بشويه بشويه نقصوا البوطه وندهنوها بالزيت حتى تطيب لينا تماما وهنا ان شاء الله غادي غادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي الشكل ديالها تحمر ديالها وغادي نخليكم تسمعوا حتى القرمشه ديالها وما نهضروش على البنه ديالها والله بنينه ديال بصح القماشه ديالها جات زوينه عمرت عليها واحد البرد ديال اتاي يا سلام بالنعناع هنا والله ما توقعتهم غياكلوها غي معايا الدراري اه قلت ما غاديش ما غاديش ياكلوها صراحة كالوها طمعوا فيها وكالوها كان عليا نزيد واحده اخرى مرة الجاية ان شاء الله نعاود نبارطاجيهم معكم هنا راه شوفوا كتجي ديك التعليكه الزوينه والبنه غزاله هنا ساليت معكم المسمنه وغادي ندوز ان شاء الله غادي نوجد معاكم واحد الكيك اللي كتجيب بحال براوني واعره بزاف بنينه بزاف غادي ناخذ جوج ديال البيضات وغادي ناخذ نص كاس ديال السكر آه ماشي نص كاس تقريبا يكون آه ما عامرش يعني كاس ما عامرش ديال السكر وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا راه وريتكم اللبن وغادي ناخذ كاس ديال اللبن اي نوعيه ديال اللبن هذه دي راه كناخذها من ليدل وكاين حتى في الكوناد هنايا غادي ناخذ 40 غرام آه ديال الكاكاو غادي نعبر معكم باش نعطيكم كل شيء بالعبار هنا كيصن عليا التليفون من بعد غنجاوب ان شاء الله هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنحركو مزيان ديك 40 غرام ديال الكاكاو اللي ضفتها ليهم وغنزيد عليه 150 غرام من الدقيق الابيض اه هنا راه كن كنعبر وكنقاد وكنقص المهم 150 غرام من الدقيق الابيض وغنداف عليهم خماره من وزن 7 غرام هذه راه كبيره غنديروا غير 7 غرام ديال الخميره صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا ساليتها كيجي الشكل ديالها زوين بزاف مني ساليت غادي ناخذ نص كاس ديال الزيت العاديه وغادي ندخلوا ليها هذيك الزيت العاديه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو هنايا غادي ان شاء الله نعمرها من الداخل يعني غنضيف ليها الكركاع وغنضيف ليها الشكلاط هنا غادي ناخذ الكركاع وغادي نفرتو تقريبا عبرتو عبرت الكركاع مع الشوكولات جاتني 100 غرام ما بين الشوكولاط والكركاع يعني بجوجهم بحال 50 غرام 50 غرام انا كنصحكم ما ديروش هذه النوعيه ديال الشوكولاط حيت كانت عندي كانت عطاها ليا خويا سليمان شي جوج باكيات ولا وقلت اجي نديرها مع مني ما ضفت انا كندير الشوكولاط الاخر ديال الحلوه جا فيها بنين ديال بصح ولكن وداب في الاول ملي كانت سخونه شويه مني خرجتها وبرداد الكيكه بغيت نقسمها لقيت الشوكولاط رجع تماما بحال لي بحال يعني بحال ما دابش نهائيا المهم جات زوينه جات بنينه غير ما كنصحكمش بيه نصحكم بالنوع ديال الشوكولاط اللي يكون كيذوب باش يبقى فيها زوين صافي هنا كيفما شفتوا معايا ضفت داك الكركاع وداك الشوكلاط وهنا غادي ناخذ المول انا درت هذا المول هذا دهنته بالزبده ورشيتو بالدقيق يمكن لكم ديروا غير المول المربع باش تجيكم فيه مربع وتكبو فيها داك الكريمه اللي غنوجد ان شاء الله تجي تجي حسن غير انا عجبني وقال لي راسي ديري هذا المول هذا وانا نديرو المهم شفتوا معايا هنا سخنت الفران درجه 180 الفوق والتحت غادي نكبه هنا كيف ما كتشوفوا معايا في المول وغندخلها ندخلها طيبوا هنايا غادي نوجد معكم الكريمه اللي غادي نديرها فوق منها غادي ناخذ نص باكيني ديال داك الشوكولاتة حتى هي اللي هي 50 غرام ديال الشوكولات وغنضيف عليهم كاس كبير ديال الهوبلا ولا هولا لا اي نوع ديال الكريمه اللي متوفر عندكم في الدار وغادي نخلطو مزيان هاد العناصر هادي حتى يدوب لينا هنا راه فوق البوطه عليه غير يدوب لينا صافي نطفيو عليه وهنا الكيكه راه كانت بارده يعني خرجتها بارده اه هنا صافي غادي نكبو فوق الكيكه غادي نحيدها من المول ونكبو فيها كيف ما شفتوا هنايا غادي نحيدها من المول المهم كيف ما قلت لكم بغيتوها هي كتجي راه قلت لكم في الاول هذه دي كيكه ديال على شكل براوني يعني آه ما كتجيش طالعه بزاف ولكن انا درتها هكا عجبني الشكل ديال هذا دي المول وانا نديرو فيها الا بغيتو ديروها في المول اللي هو مربع راه غادي تجيكم غزاله وزوينه هنا غادي نكب الكيكه راه بارده بطبيعه الحال وكبيت عليها هاد الكريمه اللي وجدت معكم وهي سخونه باش نحصل على هذا الشكل هذا بحال هكا انا يعجباتني كلتها وهي سخونه الا بغيتو تخليوها تتبرد غادي تكبوها نيت في المول باش تجيكم تحيدو يعني المول اللي هو مربع باش تجيكم الطبقه من الفوق ديال الكريمه كتجي غزاله شوفوا المنظر المنظر ديالها كيجي فن بزاف زينتها غير باش تعطي المنظر ديالها زينتها بالكركاع كتجي بنينه كتجي غزاله بزاف زوينه ديال بصح كتستحق انكم تجربوها غير جربوها على حسابي راه من الد الكيكات والله العظيم راه كنقول لكم حاجه الا جات زوينه غنقول زوينه ما جات زوينه غنقول را لكم راه ماشي زوينه واخا نكون انا زعما دايره صافي هنا راه قسمتها معكم شوفوا المظهر ديالها كتجي غزاله والمهم هي البنه زوينه زوينه ديال بصح كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ما تبخلوش علينا باللايكات والاشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي باقي ما اشتركينش وبالنسبه للناس اللي ما الفيديو الفيديوهات ديالي كانوا مشاركين عندي في القناه وما بقاش تيوصلوهم الفيديوهات يحيدوا الاشتراك ويرجعوا عندكم تحيدوا الاشتراك وتمشيو يحيدوا الاشتراك وعاودوا اشتركوا في القناه من جديد ومرحبا بكم ومرحبا ومرحبا حتى بالناس اللي غيدخلوا جداد للقناه ديالي غينضموا انضموا للقناه كنقول لهم مرحبا بكم شكرا لكم كنبغيكم بزاف من القلب والله يكبر بكم كيف ما كتكبروا بيا دائما وشكرا للدعم ديالكم الله يجازيكم بخير هنا قسمت معكم باش كتشوفوا الشكل النهائي ديالها كتجي غزاله بهذه الكريمه غزاله شي حاجه زوينه انا غادي نخليت لكم الراحه ونقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله